بص يا دكتور، انا الصوره اللي هي الكيوت اللي فيهم، انا عايزه نفس الصوره بالظبط، بس هاخد الشفه المنفوخه، بس انفخ بقى كتير، اقعد انفخ انفخ، وهاخد نفس الوش، بس عايزه اللون البرونز، فظيع ده، بيليق على اي حاجه. ايوه ايوه البرونز جامد، في منه الميتاليك. ايوه انا بحبه ده. الميتاليك. انا بقى يا اخويا الجزء فوقي ما يهمنيش خالص، المهم عندي الوسط يا اخويا. ده فاتح بيوت. وسط، عرفتك انت وسط خلبوس. خلصته؟ معلش يا دكتور، ممكن انا بقى اكسكيوز مي ثانيه؟ بص يا دكتور، شايف الصوره دي؟ ايوه. ساعه بجد كانك ما شفتهاش. اوكي، بص انا معايا ايه. بص يا دكتور، شايف الصوره دي؟ انا عايز نفس الجسم ده بالظبط. اوكي، ما فيش مشكلة. يعني هو بالنسبة للجسم، يعني اوكي ما فيش مشكلة، هو هياخد شوية مجهود واحتمال كبير تخش فرن وكده، بس يعني ما فيش مشكلة. بس يعني بالنسبة بقى للوش، لا الوش بقى، يعني حضرتك شوفتي بقى أي حاجة لذيذة أنت على ذوقك. يعني عندك حق، يعني أنت أي حاجة غير اللي أنت فيه ده أكيد هتبقى لذيذة. ميرسي. أهلا بكم. بلا شك طبعا موقف كوميدي ساخر، لكن خلينا نروح لفكرة مهمة جدا. الست او الرجل، خلينا نقول ان الست او الرجل عندما لا يرضى عن جزء من اجزاء جسمه، فهذا امر ينبغي ان يحترم جدا. خلي بالكم من هذا المعنى، الكلام للاسر. البنت اللي حاسه ان عندها ديفوهات جناب بطن، ما تقللش من احساسها، ما تحتقرش احساسها. البنت اللي عندها اعتقاد انه صدرها غير جيد وانه مش جمالي، لا تحتقر هذا الاحساس. طبعا في ناس مهووسه اوبسيسيف، الناس اللي هي ديلوشنال بيتقلهم وبتاع، دول امراض نفسيه ودول نسبه قليله جدا. لكن الاحتمال المهم جدا انه هذا الاحساس بعدم التناسق في الجسد الذي يحتاج الى علاج ينبغي ان يحترم من الاب والام. الولد اللي عنده خجل من انه عنده تضخم في الصدر، ينبغي ان يؤخذ هذا الامر على محمل من الجديه، ما نكبتش رغبات اولادنا وما نحتقرش انطباعاتهم عن الافضل. علم التجميل تقدم الان، وعلم التجميل اول حاجه بيفكر فيها respect of the patient desire، او respect of the desire، الرغبه، احترام رغبه المريض. النهارده هو ده الكونسبت اللي هنمشي فيه كتير قوي، وهنفرق طبعا بين العلم والجهل. ولذلك طالما هنطرح هذا الفارق المهم، فلازم اكون يعني مستعد لاستضافه قيمه علميه كبيره واسم كبير. هو واحد من ابرع من يستطيع ان يميز بشكل واضح جدا بين العلم والجهل، بين الصواب والخطا، وايضا هو الذي يستطيع ان يميز بين الرغبه الحقيقيه التي تحترم وبين الهلاوس والرغبات الاكسترا اوردينري او الوهميه التي ربما ينبغي ان نقف امامها او يقف امامها الطب النفسي للتحليل. الاسم الكبير والقيمه العلميه المتميزه الكبيره، وواحد من كبار جراحين التجميل ليس في مصر فقط ولكن ايضا في الوطن العربي، واسم ايضا عالمي مشهود له على المستوى الاكلينيكي والمستوى الاكاديمي، هو طبعا ضيف الاستاذ الدكتور سامح الطاهر، استاذ جراحات التجميل والليزر، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الجمعيه الدوليه لجراحات التجميل. الاسم الكبير الذي افتخر بوجوده في الدكتور. اهلا بك يا استاذنا. اهلا بك، منورنا كالعاده. ربنا يخليك. وبستنى هذا اللقاء عشان انا يعني في اسئله كثيره بتدور في دماغي، وخصوصا ان التجميل اليومين دول يعني لو انه غنى اغنيه لسيده الغناء العربي ام كلثوم لغنى ظلموني. مش ظلموني برضه طبعا. طيب انا هبدا الاول بشفط الدهون. كتير من البنات عندهم رغبه في انهم يعملوا شفط دهون، وبيقابل رغبتهم من البيت، لا 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 انت كويسه، مش عارف ايه، انت بتدلعي. حته الرغبه هنا زي النقيمه، نتكلم عن شفط الدهون. الرغبه في عمليه التجميل كلها بتقيم على قياسات وسكيلز معينه لازم تكون بتخضع للطب والعلم في ان واحد. في رغبات بتبقى رغبات عاليه جدا، فدي بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقلل هذه الرغبه او هذا الطموح عشان نوصل لنتيجه تبقى واقعيه. ومعظم الحالات بتاعت شفط الدهون بتبقى الى حد ما رغبات واقعيه، باستثناء اللي هو انا عايزه جسم فلان، انا عايزه جسم علانه وهكذا. لا، بنقول لكل بنت وعمليات شفط الدهون او سيده، عمليات شفط دهون بالنسبه لنا هي عمليه لتنسيق القوام. بنشوف حضرتك الجزء بتاع جسمك ماشي ازاي، الانسيابيه بتاعت جسم حضرتك ماشيه ازاي،
أماكن تكتلات الدهون في أماكن معينة سواء إذا كان في البطن أو في الأرداف أو في الهنش أو في الدراعات ونتعامل معاه. لكن مش مطلوب مني إن إحنا نتخيل مع بعض أو إن أنا أوصلك لدرجة من التخيل إن أنا أحول جسمك إلى جسم فلانة، لأن بيختلف مقاييس كتيرة جدا، أهمها وجود الكتلة العظمية اللي موجودة سواء إذا كان محيط الوسط، سواء إذا كان الكتف بيعمل إزاي، الكتلة العضلية بتلعب دور مهم جدا في هذا الموضوع، وبعدين كل جسم مختلف تماما عن الجسم التاني، وأهم حاجة أنه يكون حاجة لايقة عليك. يحضرني في الموضوع ده أن هم جم عملوا زي جرافيك كده من خيرة علماء العالم، حطوا أجمل مناخير في العالم على أجمل عينين على أجمل شفايف على أجمل خدود. الصورة دي لما عرضوها خدت أقبح صورة موجودة، كان سنتها مش عارف في التمانينات أو التسعينات حاجة كده، يعني طلع شكل مش حلو خالص. لأن مش المفروض أن أنا أعمل أجمل حتة في حتة معينة، أجمل جزء في حاجة معينة، لا، لازم أتعامل مع الجسم كله أذهول كله على بعضه، وبالتالي أشيل من هنا شوية أنسق هنا شوية أزود هنا شوية وهكذا. فعملية شفط دهون كتير قوي من الناس بتبتدي تتكلم عليها أنها هنشفط الدهون وهنشيلها ونعمل، لا، عملية شفط دهون عملية محترمة، عملية محترمة مش عملية بسيطة ولا عملية سهلة ولا نلجأ لحد يعملها لي وامشي على طول. وبنسمع كتير قوي اليومين دول انا عملت العملية وتاني يوم كنت بجري وبلف وبعمل وبعد اسبوع او عشر ايام كنت على البحر ولابسة المايو. لا، الكلام ده كله كلام يعني يعتبر كلام الى حد ما في استهانة بعقول الناس اللي انت بتعامل معاها. هو عشان نبقى واضحين، عشان نجيب واحدة نقول ان عملنا لها شفط دهون وطلعناها مشيت على البحر بعد عشر ايام، ده نصب. لا، ده كلام فاضي، ده نصب، ده كلام فاضي، ده نصب، هذا الكلام نصب. ولا يستطيع له علاقة لا يستطيع احد ان يقول علمان غير هذا طبعا. وانا طبعا. على من اقول على هذا الكلام انه يحاكمنا او يرفع، واحنا نشوف بقى مين اللي نصاب. لا، نشوف، يا ريت يا ريت لو يجرؤ انه يعمل كده. نشوف انا اقول اهو بالظبط. فهي القصة كلها، لا، مش بعد عشر ايام احنا بنشيل الكتلة الدهنية باستخدام احدث اجهزة موجودة، سواء كان اجهزة الليزر او دلوقتي بقى في اجهزة الفيزر، على حسب برضو تقنية العملية نفسها وعلى حسب كميات الدهون الموجودة وشكل الجلد. بيخليني افكر اذا كنت اعمل عند ليزر او اعمل له فيزر. في الحاجات اللي فيها انسجة ليفية ونشفة شوية ببتدي احسن لي من كتر الخبرة اللي الواحد مارسها ان انا اشتغل بالليزر. الاجزاء لما يكون حد كتلة دهنية عنده تعتبر كتلة الى حد ما عائمة، دي بنستعمل معاها الفيزر، بيبقى افضل بكتير في التقنية دي، لان الفيزر بيكسر بعض الدهون طبعا مع الانسجة الليفية. الفيزر بأقوى في الانسجة الليفية بكتير من الفيزر. الفيديو اللي قدامنا ده احنا بندخل بنشيل كمية من الدهون وبنحافظ على كمية معينة من الدهون، لازم ناخد بالنا كويس قوي ان احنا نحافظ عليها، لان دي شايلة كل التغذية الدموية والعصبية للجلد اللي فوقيها. وإلا هنبتدي بقى نخش في مشاكل تقرحات، هنخش في مشاكل قرح موجودة بعد كده، هنخش في مشاكل المطبات المشهورة جدا، وهنخش في مشاكل التعرجات اللي بتبقى موجودة في بعض العينين اللي ممكن يقولنا بيشتكوا من هذا الموضوع. فلابد من الحذر كويس قوي، لابد من التقنية العالية كويس قوي، لابد من اختيار المريض نفسه. يعني اختيار المريض نفسه على حسب الكتلة الدهنية وعلى حسب نوعية الجلد نفسها والإلاستيستي اللي هو المادة المغطية الموجودة في الجلد، أقدر ساعتها أقول للعيان ده والله أنت مش هنحصل عندنا ترهل عالي، لا يحصل نسبة من الترهل، لا إحنا مش هنعمل شفط دهون بس، إحنا هنعمل شفط الدهون مع شد ترهل. عشان كده بقول يا دكتور أيمن على طول إن عملية شفط دهون مش عملية بسيطة ولا عملية سهلة ولا عملية تتعمل كده وخلاص، لا، لابد من إجراء كل المحاذير لإجراء العملية دي، من حيث وجود
متخصص على درجة عالية جدا من التخصص هو اللي بيشتغل في هذا الموضوع. ما نسمعش كلام الناس اللي بتقولك 10 ايام وهبقى كويسة وهنزل البحر وهبقى جسم مفهوش اي حاجة، لا ده احنا دي حاجات بره ايدينا، ده حاجات ربنا سبحانه وتعالى هو اللي احنا مقيدين بيها. الزرقان والتورم ده بياخد وقت، بياخد من اسبوعين لثلاث اسابيع على ما يبتدي الزرقان يبتدي ينتهي او يختفي، الورم بينتهي يبتدي ان هو يقل بعد ثلاث اسابيع ويكتمل انتهاء، اقدر احكم على الصوره النهائيه بعد ثلاث شهور. فعشان كده اي حد بيجي لي يقول لي مثلا انا عندي حفله، انا مقدمه على زواج، انا الصيف جاي، لا مفيش حاجه اسمها الصيف جاي، احنا في شهر 6 يبقى نبتدي ناخذ هذا الاجراء من شهر 3 او بكتير او من شهر 4، يعني او في الشتاء في رينج شهرين موجودين عندي عشان يبتدي الجسم يرجع الى وضعه الطبيعي مره تانية. لكن موضوع 10 ايام وتبقى كويسه او 10 ايام وتبقى، انا رايي في الشتاء، لا خالص الشتاء هيبقى افضل، الحركه فيه اقل شويه بكتير، والكرسي كمان مش هيضايقهم عشان الحر وعشان الماده اللي موجوده فيه وعشان الضغط اللي موجوده فيه، فهو هيبقى يعتبر لبسه هيبقى احسن بكتير جدا من فصول الصيف. طبعا كلام واضح جدا بالظبط. اذا من يتحدث على انه شفط الدهون بعدها يعود الجسم الى حاله طبيعيه بعد 10 أيام، لا غير هذا مقبول. كلام غير صحيح على الإطلاق، ومن يقوم بهذا الشكل من التنويه أو الإعلان هذا شكل غير علمي على الإطلاق، غير مطابق للمواصفات العلمية، وينبغي الرجوع عليه قانونيا. ده صحيح، ده كلام ده صحيح. طيب نسبة الأمان و شد البطن كمان مع الكلام، بس نقول نسبة الأمان. لا نسبة الأمان بالنسبة لعمليات شفط دهون، لو أنا حد متخصص بشتغل ودرست كويس قوي طبعا العينه اللي قدامي، اولا في نسب معينه ما اقدرش نزيد عنها، يعني احنا عاده ما بنزودش عن اكتر من 8 الى 10 لتر شفط دهون بالنسبه للمريض او المريضه الموجوده عندنا. طب اللي يقول انا بشفط وبنعوض وانا هرد عليك دلوقتي حالا وبنعوض، ده لازم يكون في سوائل على طول موجوده، لازم يكون في حاجات بتمدد البلازما زي الهيستريل والهيماجيل والحاجات دي كلها، تمام. وطبعا بنحاول نبعد بقدر الامكان عن موضوع نقل الدم الى حد ما طبعا عشان مخاطره وعشان اضراره عشان الكلام ده كله. ما حاولش ازود باي حال من الاحوال عن 10، لو هي محتاجه اكتر من 10 لتر شفته منها يبقى احنا بنعملها على سكند ستيج، والمرحله الثانيه دي لا تقل عن شهرين الى ثلاث شهور على ما ابتدي افكر اشتغل فيها، يكون الجسم اعاد بناء نفسه ورجع تاني الدم والهيموجلوبين عالي تاني، والجسم تخلص من مرحلة الكتابوليك اللي هي المرحلة التكسيرية. هي عامل زي حد بتديله علقة فلازم يرتاح عشان اعرف اديله علقة التانية، هي قصة. لا في ناس اسمع ان في ناس بتعملها ويقولك لا بعد اسبوعين هنعمل موضوع ده، لا كده انت بتكسر الجسم اكتر، يا ريتك كنت عملتها من الاول كان يبقى الى حد ما الخطورة اقل بكتير من انك انت تكرر هذا الموضوع كله 10 ايام او اسبوعين. لا ما ينفعش، بنديله الفترة الطبية اللازمة اللي هي لا تقل عن 3 شهور على بال ما ابتدي اعيد الكرة مرة اخرى مع عمل جميع التحاليل اللازمة عشان اتأكد ان الصورة رجعت الى سابقه مرة أخرى. لكن الأمان لطيف جدا وظريف جدا. 30 بقى 30 30 إيه؟ 30 لتر. مش مصدق والله العظيم سمعتها. لا ما ده كلام، ده أنا بقول لك أهو 30 أيوة 30 ده كلام أهو أنا سمعت، ده كلام ما ينفعش أتكلم فيه. 25 و30 وأنا بقى أنا سمعتها بودني بعيني، ده كلام ما ينفعش أتكلم فيه. أعملها بالكده بقول لك ما بنزيدش عن 8 ل 10 لتر على أي حال من الأحوال. أما اللي قال كده والمريضة عاشت يعني أو ما دخلتش رعاية أسبوع 10 أيام، هو بيكذب. الله أعلم، اكيد بيكذب اللي بيقول كده. هي المشكله كلها في حاجه، ان يعني ايه الناس كلها فاكره لما ابقى معلش يعني دكتور قوي كده ان انا اخش اقول لهم انا شفطت مثلا من فلانه 25 لتر دهون، لا دي مش عنجهيه، دي مش عنجهيه خالص حتى لو بكذب، لان هي اكيد هتمر على دكتور في حياتها بعد كده، دكتور عادي جدا، دكتور متخصص، هيقول لها حاجه من الاثنين، لو ما حصل لكيش انك دخلت الرعايه الموت اسبوع 10 ايام كنت من الحياه والموت، ادي واحد. لو ما كانتش مثلا لا قدر الله حصل لها تقيحات وتقرحات وكل حاجه في الدنيا، لو ما جالكيش هبوط لمده 3 ل 4 شهور متواصله ما تقدرش تقوم من على السرير، لو كل المرحله دي ما عدتيش بيها
تمام؟ يبقى هو كان حاطط على كمية الدهون اللي هو شافتها قدهم مرتين مية، وقال للناس أنا تشربت 25 لتر. ده شغل بقى نصب. بالظبط. يعني أنا ممكن أشف، ممكن يشفت 6-7 لتر عادي خالص، وأكمل الكونتينر كله مية. وبالتالي خلاص أدي 25 لتر. أو أجيب شوية أسائل كده وأحط. ما هو مية 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 من الحنفية وخلاص، لأن الدهون بتطفو على السطح. فلو مليت مهما مليت ميه من تحت بيتلون باللون الاحمر. تمام. والدهون تفضل طافيه، فانت اللي شايفه كتله دهون موجوده قدامك، مش شايف ايه اللي موجوده تحت. 25 او اقول لك انا شفته. انا بيجي ناس يقولوا لي لا ده انا شايفه 15 لتر ما شفتين مني. طب ايه المشكله؟ لا ما انا بعد العمليه بحوالي اسبوعين ثلاثه حسيت ان انا ما عملتش حاجه. طب ازاي ما عملتيش حاجه وازاي ما شفت 15 لتر؟ لا ده كده منافي. يبقى هي نفس الطريقه اللي بقول لحضرتك عليها دي بتبقى مليانه. صدق دي صدق ان انت يعني الخبره يا دكتور ايمن في الموضوع ده بقى لنا سنين. انا قلت لك قبل كده اكتر من اكتر الناس اللي كانوا يصلحوا وكلاء نيابه او لا انا بحب الطب او من عارف بس لا في كاركتر وكيل، يعني في كاركتر. انا بتهيألي ان محدش يشوفك مثلا الاول ولا يفتكرك ضابط مباحث او والله لا صحيح يعني في كاركتر كده. لان انت قلت لي حته والله يعني قعدت رغم ان انا برضو مباحث يعني قعدت افكر هم بيعملوا ايه. اتاريهم فعلا ممكن يرفعوا ميه. سمعت التليفون عليا وانا هقول انا لا كويس. شد البطن بقى عمليه جميله حلوه جدا. وهي اللي بتخلي السيده اللي حملت مرتين او ثلاثه او ما اكثر من ذلك. الفيديو ده ما يخوفش على فكرة. تفصيل. الفيديو ده ما يخوفش، ده انا جايبه بس كده عشان اقول للناس ده فعلا اكاديمي. ان ده اللي بيحصل بالظبط في عمليات شد البطن الاساسية اللي هي خياط العضلة عشان ازيل الفتاء المنتصفي اللي بينتج نتيجة كثرة الحمل والولادة. وهي اللي بترجع الكونتور او بترجع الشكل للسيدة زي ما كانت بنت، بل بالعكس ممكن يكون اكتر مما كانت عليه وهي بنت. لان طبعا وهي بنت ما بقاش مشدوده قوي الشده دي، احنا بنشدها كده عشان يرجع الكونتور مره تانية. من العمليات الجميله جدا، من العمليات اللي بتبان واحنا واقفين ايه هي الموضوع وهي العين على ترابيزه العمليات. من العمليات المفيده جدا بالنسبه للسيده بعد كده ما لم تكن في مشروع حمل وولاده على الاقل 3 سنين بعد العمليه. فكتير قوي يقول عيني يقولوني والله اول سؤال بساله لحد محتاج شد بطن، انت ناويه في حمل وفي ولاده بعد قد ايه؟ تقولي لا والله استنى. اقول لها لا ما تعمليهاش. لا احنا ناجلها لحد ما حضرتك ان شاء الله بالسلامه وبعد كده نبقى نعمل اللي احنا عايزينه. سنتين ثلاثه اربعه اوكي. وبشترط عليهم ان يا جماعه لابد من منع الحمل وعدم الولادة لمدة 2-3 سنين. لان برضه دي بتدخلهم في مشاكل تانية. احنا شدين العضلة كويس قوي، وبالتالي تمدد الرحم في اول سنة ده بيبقى تمدد طفيف. فلو فرض واصبحت حامل انا عندي مشكلتين، حاجة من الاتنين، اما الرحم يفضل يتمدد لحد ما يفرقع اللي احنا عاملينه ويقطع الغرز اللي موجودة ودي مشكلة، يا إما إن الرحم العضلة تكون أقوى من الرحم نفسه فده هيبتدي الرحم لازال صغير فده ممكن يسبب مشاكل للجنين اللي موجود. ودي كان فعلا ليا الشرف إن أنا أبقى موجود في بحث من الأبحاث ما بيننا وبين دكاترة النساء في هذا الموضوع. لقينا فعلا إن قياس معدل تمدد الرحم في العين حديثي عمليات شد الدهون وشد العضلات في البطن لا بيبقى اقل بنسبه تصل من 30 الى 35% من الناس اللي ما عملوش العمليه دي خالص قبل كده. فبنخاف من اختناق للبيبي، بنخاف من ولاده مبكره، بنخاف من الحاجات دي كلها. احنا مش عايزين مجرد ان احنا نعمل عمليه عشان احنا عملنا عمليه، احنا عايزين برضو سلامه السيده او البنت او وات ايفر مين اللي موجود معانا، سواء اذا كان بالنسبه لعمليتنا او بالنسبه لل أجهزة تانية المقارنة بينا. تمام. بيني وبينك المقدمة اللي أنا قلتها في الأول كانت على الثدي، اللي هو لأنه البنت بتبقى عندها إحساس بعدم الثقة وحياتها تحولت إلى جحيم وتشكك في نفسها باستمرار، هل تصلح زوجة امرأة بسبب الثدي. بالظبط. وهو المقدمة كلها كانت على الثدي. يعني وتقابل في إن البيت لا 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 انت بتدلعي، انت مستعجله، انا شايفه انه لحد ما طبيعي، انا شايفه انه قصه كويسه، استني اخواتك كانوا كده وبقوا كويسين بعد الجواز هيتحسن كل الكلام ده كله، وكانه اخواتها كانوا يعني احنا مصورينهم فيديو ده ما بيكونش كده. لا لا اخواتها مش معقول كانوا كده وبقوا كده، مستحيل ما ينفعش.
الثدي بقى. الثدي بالنسبه للانثى هو عنوان الفيمينيتي، عنوان الانوثه. تمام. وبالتالي لابد ان احنا نتعامل مع الثدي بمنتهى الدقه والحرص. اولا في حاجه مهمه جدا، تكبير ورفع وتصغير الثدي، اي عمليه داخل الثدي لا يتم الا باجراء جراحي. اعشاب، كريمات، اجهزه، براء طبي، برا زاوية البراهات بقى، البرا، اي حاجه نبتدي نقول يا جماعه دي بتكبر او بتصغر او بترفع الثدي، يبقى احنا كده بنهجس. تمام. دجل بالظبط. الحاجه الوحيده عشان اكبر بيها الثدي او ارفعه او ان انا اصغره هي العمليات الجراحيه. حتى الاجهزه اللي ساعات ممكن في بعض الاحيان وعلى استحياء بنستعملها عشان نداوب بيها شويه دهون او مش عارف ايه، ما بتعملش حاجه في الثدي. وبعدين في مشكله تانية اكبر من كده، انسجه الثدي غير انسجه البطن. لانها عباره عن نسيج متعدد بيأثر فيه الهرمون معين عشان يبتدي يكون لبن، لان هو وظيفته غير المنظر بتاعه طبعا ان هو تكوين اللبن عشان البيبي اللي جاي. وبالتالي اللعب في المنطقه دي باجهزه معينه زي الالتراسونيك او الكافيتيشن او واتيفر ايه، احنا لحد دلوقتي ما نعرفش ممكن تكون مضره ايه. وبالتالي مش يستحسن، لازم ما استعملش اي جهاز من الاجهزه دي على منطقه الثدي بالذات، وخصوصا ان هي منطقه فيها نشاط خلوي قد يحدث في اي وقت، في اي وقت بعد كده بالظبط. فاحنا كده بننشطه. انا بقولش ان هي بتعمله عشان برضو ما حدش يفهمني غلط، لا، لحد دلوقتي لم يثبت انها بتعمل ولا ما بتعملش، بس هي من المؤكد انها بتنشط الخلايا الموجوده. بس احنا واخدين تنشيط الخلايا الموجوده. لا ما طب انا عارف انه مش هيعمل حاجه، استعمله ليه بقى؟ كونديشن ان الار اف والاجهزه بتاعت الكافيتيشن ما بنستعملهاش لو كان في هيستوري اوف جاستيك كارسينوم او في كولونيك كارسينوم، يعني لو في تاريخ بكانسر في القولون او المعده، في ما بنستخدمش الار اف ولا الحاجات دي خالص. احنا بنستعملها على الدهون عشان ده نسيج دهني فول ستوب، مفيش غير الدهون موجوده في لكن هنا دهون وانسجه ليفيه وحاجات حويصلات لجمع الالبان والكلام ده كله، لا تستخدم على هذا الموضوع خالص، وما نحاولش نقرب له باي حال من الاحوال. بتيجي الفتاه او السيده، طبعا هو مشكله مشكلتين. اول مشكله بنقابلها، وده في حوالي نسبة كبيرة جدا من السيدات والآنسات برضو، ان احنا بنلاقي في ترهل موجود في الثدي على حجمه، يعني في ترهل في الثدي بس الحجم بتاعه لحد ما معقول. فده بنلجأ معاه الى حاجة، طريقة من الطرق اسمها رفع الثدي. رفع الثدي زي ما احنا شايفين في الفيديو، هو ده الشكل الرسم بتاعتنا، وهو ده الشكل بتاعنا اللي احنا بنعمله، وهو دي الطريقة. لو انا صغير عندي ابتدي اكبره بالامبلانت اللي هو الجهاز اللي احنا حطيناه في الاخر ده. تمام. وابتدي ترهل، معناه ان الحالة ما نزلت عن مكانها بمقدار بقى 3 سنتي 4 سنتي 5 سنتي على حسب ما نزلت، وابتدي ان انا ارفعها الى مكانها مرة اخرى. دي هو رفع الترهلات او رفع الثدي. الطريقة الحاجة التانية، المشكلة التانية اللي عند السيدات او البنات، ان الصدر صغير بدون ترهل. هو اوريدي وهي بنت كان صغير، اوريدي كانت داخلة الزواج وهي صغيرة وحملت وفضل حجمها هو، بس ما حصلش ترهل. فده بنعمل له حاجة من الاتنين، يا اما ان احنا بنحط جهاز السيليكون بعد ما بناخد قياسات معينة، او الطريقة التانية ان احنا بنعمل حقن للدهون. حقن الدهون في الثدي دلوقتي بقت تقنيه من التقنيات الكويسه قوي، لان مفيش جرح موجود عندنا، لان بناخد دهون موجوده من البطن ونحطها في الثدي مباشره عن طريق واخذ بالابر اللي هي الحقنه نفسها نبتدي نحط بيها، وبالتالي ما عنديش جروح، بيبتدي الاستشفاء منه يبقى كويس. في ناس لحد دلوقتي لا زالت انها عندها فوبيا من انها تحط جسم غريب موجود في جسمها، تقول لك لا انا اعمل اي حاجه في الدنيا بس ما تحطليش السيليكون ده عشان بحس بجسم غريب، لا انا ما لسه. حتى في جمله مكتوبه في السيناريو في فبراير الاسود، لسه شايف الفيلم الرائع ده قريب قوي، جمله مكتوبه بتلقائيه شديده جدا. بنت كبرت صدرها، فالله يرحمه الاستاذ خالد صالح في الفيلم يا البطل الفيلم، قال للست بتلقائيه شديده ازاي تفتحي جسم بنتك وتحط فيه مش عارف ايه. بالظبط كده، دي في الموروث الانساني معتقد معين، ولازم نحترمه. يعني لازم نحترم رغبتها، انا مش عايزه جسم غريب موجود عندها. على قد مزاياه برضو، بس
هو ليميتد يعني محدود. ما اقدرش ازود الحقن عندي من اكتر من نسبه معينه لان ده عباره عن انسجه حيه بتاخد الدم بتاعها من انسجه الثدي نفسها، فما اقدرش ازود عن مقدار معين، فما اقدرش اكبر الصدر زي ما انا عايز، لا ده لازم حجم معين بس. لو عايز اكبره قوي بقى ابتدي على مراحل. الحاجه الثانيه ان هو بيمتص الدهون اللي موجوده في الثدي غير الدهون الموجوده في البطن، وبالتالي يبتدي مرحلة الامتصاص ويعود الصدر على ما هو عليه من 2 إلى 5 سنين يبتدي يرجع الموضوع مرة تانية. على عكس السيليكون مقاساته اللي احنا عايزينها متوفرة كلها بكل مقاسات، وفي نفس الوقت انا بلجأش انه بيرجع ولا بيروح، لا ده بيفضل موجود فترات اطول بكتير جدا تصل الى طول العمر تقريبا لما بنحط السيليكون. المشكلة بقى الاكتر ما بتجيلنا حد صدره كبير قوي، ما في كرشة نفس بالظبط، تعب في كنت لسه اقول لحضرتك عظيم، هنا البرام علامه شكل مش حلو. العمليتين اللي فاتوا دول احنا قلنا دول عمليتين تجميليتين، يهمني فيهم الشكل. العمليه اللي بنتكلم عنها زي ما حضرتك تفضلت وقلت دلوقتي، لا ده 50% وظيفه و50% شكل. الشكوى الاساسيه ل 50% برضو من السيدات بيجوا مش قادره اوطي، وانا نايمه بحس بكرشه نفس واحس بتقل موجود، حمالات البرا ابتدت تعلم في الجزء بتاع الكتف عندي، ظهري ابتدى يوجعني، ابتدى يبقى فيه زي تقيحات مكان او ماسريشنز زي مكان احتكاك جلد ببعضه موجود عندنا. فانا بعتبرها عمليه نصها وظيفي والنص التاني بيعتبر تجميلي. نفس الطريقة اللي بنعمل بيها رفع الثدي هي هي، بس بشيل هنا جزء أكبر من الثدي الموجود، باجي أعمل نفس الشكل هو هو ده وابتدي أشيل وأرفع الحلمة في مكان برضو اللي بتبقى فيها ترهل، ابتدي ارفعها في مكانها وابتدي استأصل جزء موجود من هو الكي هول ده، جزء موجود من أنسجة الصدر اللي هي موجودة عليه، ويرجع حجمه إلى حد ما بيقل بنسبة ما تقلش عن 30-40% من الحجم الموجود عليه اوريدي في الأول. وتعتبر عملية آمنة جدا وعملية لطيفة جدا، باستثناء طبعا أماكن الغرز بتبقى باينة من أول 3 شهور وبتبتدي تختفي تدريجيا، حتى لو فرض بعض الآثار موجودة فإحنا بجهاز الفراكشنال ليزر بنبتدي إن إحنا نتغلب على آثار هذه الجروح الموجودة. طيب بما إننا جبنا ست الكانسر، اعاده بناء الثدي هذه العمليه بقى اللي بنقول عليها نفسيه اكتر، عمليه رائعه رائعه طبعا رائعة. تحتاج الست يعني الست اللي هي بتبقى خارجه من العمليه حاسه بقى يعني احساس ما حدش يعرف يوصفه. تمام. اعاده بناء الثدي دكتور ايمن احنا بقالنا 10 سنين او اكتر بنشتغل عليه في الجامعه في كليه الطب جامعه عين شمس بالتعاون مع اسم الجراح. عندنا طريقتين مهمين جدا في اعاده بناء الثدي، في حاجه اسمها طريقه الاميديت الوقتيه، وفي حاجه اسمها الطريقه الثانيه الليت او الديليد اللي هي بعد ما العينه تخلص العمليه. في ناس بيخشوا يعملوا الكانسر تمام، واحنا معاهم بعد ما بيخلصوا بنبتدي نعيد بناء الثدي والعينه لا زالت على ترابيزه العمليات بنفس التخدير بنفس كل حاجه، بحيث ان العينه لما تخرج من العمليات يبقى ما عندهاش ال 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 الشيم وما عندهاش التنشن وكل حاجه بتحصل لها نتيجه انها فقدت جزء من اجزاء جسمها. وفقدت جزء من اجزاء جسمها يعني بالنسبه لها الانوثه. فبالتالي بتبقى دخلت وخرجت، احنا عاملين صدر ليها موجود عندنا. ابتدوا بتوع الجراحه طبعا تطوروا في التقنيه بتاعتهم، ابتدوا ان هم الكانسر اللي موجود كان في الاول بيتشال الثدي كله، دلوقتي ابتدى يتشال جزء من الثدي فقط، ابتدى يتشال الحته اللي موجود فيها، ابتدى يتشال اجزاء معينه من الثدي مش الثدي كله بيتشال. ده عينه من ضمن العيين اللي احنا عاملينها او بنعمل زيها يعني عباره عن عضله واخدينها لها من البطن. تمام. العضله اللي واخدينها من البطن دي كده ما اكتملش، كده اكتمل لما ابتدينا نحط الحلمه. بنعملها، بنعمل الحلمه، بنعمل النسيج اللي حواليها البني الموجود ده كله تاتو تاتو او ممكن نعمله برقعه. يعني رقعه جلديه بناخدها حاجه
يعني رفيعة السمك جدا، بناخدها سواء اذا كان من الفخد او من البطن ونحطها، دايما بتبقى لونها اغمق من لون النسيج اللي انت حطه عليها. ممكن نلجأ في عمليات بناء الثدي الى اولا ان نحقن فيه دهون لو كان الديفكت او لو كان اللي اتشال قليل قوي. الحاجة التانية ان نركب له ممد انسجة، وبعدين بعد كده ابتدي اركب له سيليكون. لكن برضو نظرا لان في ناس كتير قوي عندها فوبيا انها كان عندها اوريدي كانسر وهتركب لي سيليكون، فبيبتدوا يبعدوا شوية عن السيليكون. في بقى العمليات العضلية اللي احنا بننقل عضلة بنسيج محترم، سواء اذا كان من عضلة الظهر او سواء اذا كان من عضلة البطن الموجودة عندي. كل الكلام ده كله، كل مرحلة بنعملها في عادة بناء الثدي بيخلي السيدة تبتدي انها بتجيلك اول مرة مبتئسة تماما، المرة التانية بتيجي الى حد ما معقولة، لما بنبتدي بقى نكمل الصورة كلها تبتدي بقى فرحانة ومبسوطة والدنيا بالنسبة لها بقت لطيفة اكنها ما خسرتش حاجة. طيب في عجلة صغيرة بقى التسدي عند الرجال، يعني كل ده للستات، الرجالة تاخد اخر، لا لازم ندي للرجال حقهم برضو. هنديها لحلقة لوحدها، ده راجل متضايق من شكل صدره وشوف حتى تعبيره. التسدي عند الرجال خجلان، هي جملة واحدة هقولها عليها وهكمل بقيت بس الشرح الطبي. التسدي عند الرجال ليس عار، لان الكلمة دي انا بسمعها كتير جدا. رجال بيجولي وهم عندهم تلاتينات او اربعينات ويقول ما كنتش اقدر اكلم حد في الموضوع ده، انا كنت ببقى مكسوف على طول، لابس التيشيرت بتاعي وقافله ومنزلش وكل الكلام ده كله. فهو يا جماعة الموضوع مش عار، هو عبارة عن اختلال في نسبة الهرمون اثناء مرحلة البلوغ ينتج عنه زيادة في معدل الصدر. خلاص هرمون انثوي موجود، يبقى الصدر ده هينتج لبن، يبقى يبتدي يكبر. طب جه وقف، يبقى بيفضل على هذا الوضع. بيجي لنا بمنتهى البساطة بنعمل حاجتين مهمين جدا، هم دول العملية، ان احنا بنشفط الدهون المتكتلة اللي موجودة في الثدي وبنشيل الغدة من نص سنتي او سنتي موجود تحت الحلمة عشان نتخلص من هذه الغدة. وبعديها بحوالي يوم او اتنين، ده بجد بقى مش ده كلام، ده بجد بقى. كنت لسه هقول لك دلوقتي، ده بقى بجد فعلا. بعديها يوم او اتنين بينزل شغله بيروح وبيجي لان لابس حزام وخلاص. مش صعب. بس برضو برجع اقول ما بنحكمش على شكل الثدي عند الرجال او في اي حتة غير بعد مرور 3 شهور، وبفضل معذبهم برضو وبلبسهم الكرسي من شهرين الى 3 شهور. انا مش كرسي، بيبقى شكل فيست من شهرين الى 3 شهور عشان ياخد الشكل الطبيعي بتاعه خالص. انت بتمتلنا كالعادة وبنسعد بهذا اللقاء الممتع جدا، ولو انه والله انا عايز اقعد اسمعك يعني، بس برنامج ولو وقته معلش. وكل الشكر والتقدير طبعا لضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة بس الدكتور سامح الطاهر، استاذ جراحات التجميل والليزر، استاذ بكلية طب جامعة عين شمس، عضو الجمعية الدولية لجراحات التجميل. قبل ما تمشوا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا في برنامجنا، انا بنصح، ده نصيحه، لو هتتفرج على التجميل ما تتفرجش عليه غير في الدكتور كله. انا عايز ازود حاجه صغيره ممكن. يا جماعه اي حد في اي عمليه في المجال الطبي لابد ان هو يختار المتخصص. اي عمليه هتحب تعملها، جراحيه، نسا، تجميل، ليزر، عينين، اي حاجه من الحاجات دي كلها، روح لحد متخصص واقرا عنه وشوف عنه هو مين قبل ما تروح لحد من اللي بيبيعوا لك الوهم. وي ويل بي باك بالوهم، لا بالحقيقه اجين.